السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي ومتابعي الألمدكي في فيديو جديد وحلقة جديدة. في هذا الفيديو سنقوم بعمل تجميع لأفضل 10 تطبيقات لسنة 2019. نعم، قمنا باختيار أفضل التطبيقات التي يعني وجدت نجاح كبير جدا في سنة 2019، منها تطبيقات لمشاهدة الأفلام بترجمة عربية، منها تطبيقات لتعلم لغات البرمجة، منها تطبيقات لتعلم اللغة الإنجليزية ولغات العالم الألمانية الإسبانية كل الأمور، والعديد من التطبيقات الأخرى. صراحة تطبيقات مفيدة جدا، أنصحك بشدة بتحميلها على هاتفك الأندرويد والاستفادة منها. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم ذكي، فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. نعم، قم الآن بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة لحظة بلحظة. طبعا هناك العديد من الأشخاص يسألونني لماذا لا تقوم بطرح أمور تقنية، أخبار تقنية، تدوينات تقنية. الكل ستجده على حسابنا على الإنستغرام. إذا ما أردت متابعتنا على الحساب فستجد رابط الحساب أسفل الفيديو في الوصف أيضا. إذن بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله في فيديو اليوم. لنبدأ على بركة الله مع التطبيق الأول في هذه السلسلة، هو تطبيق كوداتي. نعم، تطبيق عربي محض 100% يمكنك من تعلم لغات البرمجة، تعلم جميع الأمور انطلاقا من فيديوهات ودروس حصرية على التطبيق نفسه. صراحة وجدت التطبيق مفيد بشكل جدا، فإذا ما دخلت إلى كورسات ستجد العديد من الكورسات الخاصة بالـ HTML، كورسات الاندرويد ستوديو، كورسات السي اس اس، كورسات يعني انت واللغه ولغه البرمجه والامور التي تريد تعلمها على الانترنت، فيمكنك اختيار الكورس الذي تريد، ومن ثم سيذهب بك الى العديد من الدروس، منها دروس انجليزيه، منها دروس باللغه العربيه. انت تختار يعني الدوره الاحترافيه التي انت تريدها، وتبدا معك الدروس بالظهور يعني على موقع يوتيوب، تقوم ب يعني مشاهدة فيديو تلو الآخر، وطبعا جميع يعني الدورات والفيديوهات الخاصة بالدروس الموجودة على تطبيق كوداتي هي مرتبة بشكل رائع جدا لكي لا تجد أي مشاكل ولا تجد أي خلط في الدروس التي يوفرها التطبيق. صراحة تطبيق رائع جدا، استفدت منه أنا بشكل كبير جدا، تعلمت بعض الكودات الخاصة بالـ CSS والـ HTML، ووجدت نفسي أطور قوالب خاصة بالـ HTML والـ CSS بدون يعني دفع ولا سنتيم في دورة احترافية أو أي شيء من هذا القبيل. إذا ما أردت تعلم أي لغة برمجة والعمل بها في الفريلانس أو أي شيء من هذا القبيل، فأنصحك بتطبيق كوداتي. مرورا للتطبيق الثاني في هذه السلسلة، هو تطبيق YouSayMate. صراحة من أفضل التطبيقات التي جربتها، ومن منا لا يريد الاستماع إلى الموسيقى انطلاقا من تطبيق يوتيوب الرسمي في الخلفية، وهذا أمر غير مسموح به على تطبيق يوتيوب. هذا التطبيق سيوفر لك جميع المميزات، فيوفر لك الداتابيز أو قاعدة البيانات الخاصة بموقع يوتيوب، ولديك العديد من الخصائص والميزات الأخرى التي لا توجد في تطبيق اليوتيوب الرسمي. على سبيل المثال الاستماع إلى أي موسيقى أو فيديو في خلفية هاتفك، يعني تقوم بالاستماع إلى الفيديو وأنت تدردش على الواتساب، وأنت تتصفح على فيسبوك أو يعني أي شيء تقوم به على هاتفك، ستبقى الفيديو أو ستبقى الموسيقى شغالة في الخلفية. أيضا من الأمور الرائعة جدا أنك لديك ميزة البوب أب. نعم، ميزة البوب أب ميزة رائعة جدا. إذا ما أردت الدخول إلى تطبيق من التطبيقات على هاتفك وأنت تشاهد فيديو، نعم تشاهد محتوى على شاشتك، فيمكنك التحكم في شاشة صغيرة منبثقة على شاشة هاتفك. طبعا تقوم بتكبيرها، بتصغيرها، بتحريكها إلى اليمين ولا اليسار، وهذا طبعا يعطيك فليكسيبيليتي بشكل كبير جدا لاستخدام العديد من التطبيقات وأنت تشاهد فيديو في نفس الوقت. أيضا من الأمور المفيدة جدا والتي أغلب الأشخاص يعني يبحثون عنها، وهي التحميل من موقع يوتيوب. هذا التطبيق يمكنك من تحميل أي فيديو يخطر في بالك على موقع يوتيوب بأي صيغة تريدها، سواء الـ MP4 بجودة الـ 1080، وأيضا الـ MP3 كموسيقى أو كأوديو فايل يمكنك تحميله انطلاقا من تطبيق YouSayMate. صراحة تطبيق متكامل متناسق به جميع الأمور يعني الخصائص التي لا يوفرها تطبيق جوجل أو تطبيق يوتيوب الرسمي عفوا. التطبيق الثالث في هذه السلسلة هو تطبيق Unstake
داونلودر، نعم، على وزن انستغرام. فهذا التطبيق يسمح لك بتحميل اي شيء تريده من موقع انستغرام بسهولة تامة، فيكفيك الدخول الى حسابك على الانستغرام، سواء وجدت صورة او فيديو او اي شيء واعجبك وتريد تحميله على هاتفك، فكل ما عليك فعله هو نسخ الرابط، عمل له كوبي على هاتفك طبعا، ومن ثم حينما تقوم بالدخول الى التطبيق هو سيقوم بالتعرف على الرابط الذي قمت بنسخه وسيقوم بتحميله بشكل تلقائي. كما قلت، سواء فيديو سواء صورة سواء اي شيء تريده على موقع انستغرام، صراحة وجدته مفيد بشكل كبير جدا، خصوصا للفيديوهات التقنية والامور التي تعجبني اقوم بتحميلها على هاتفي بشكل سهل جدا بدون الدخول الى حسابك على التطبيق نفسه اي شيء من هذا القبيل، فقط قم بنسخ الرابط الخاص بالصورة او بالفيديو، من ثم قم بالدخول الى التطبيق وهو سيتعرف على الرابط تلقائيا بدون عمل لصق او اي شيء من هذا القبيل، ويقوم بتحميل الامور الخاصة بك بسهولة تامة. تطبيق آخر صراحة أعتبره من أفضل التطبيقات لهذه السنة، سنة 2019، هو تطبيق نوفا تي في. نعم، تطبيق لقى نجاح كبير جدا خصوصا منكم أنتم عائلة العالم الذكي، تطبيق لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بترجمة عربية. نعم، تخيل معي أنه يمكنك يعني إلغاء اشتراكك على سواء نتفليكس سواء على أي خدمة مدفوعة باشتراك شهري أو باشتراك سنوي للأفلام، فيمكنك استخدام هذا التطبيق بدلا من التطبيقات المدفوعة، وستحصل على جميع المميزات التي تريدها، مسلسلات جديدة، أفلام جديدة تحدث كل يوم وكل ساعة، لديك ترجمة عربية يمكنك تشغيلها بسهولة تامة، ولديك أيضا العديد من السيرفرات الخاصة بالأفلام سواء الجودات الفول اتش دي، الاتش دي 480، أيضا يمكنك تحميل الفيلم ومشاهدته لاحقا على هاتفك. صراحة أمور رائعة جدا يوفرها هذا التطبيق. طبعا ميزات التطبيق يعني كثيرة جدا وكبيرة، ولديك خاصية البحث، لديك خاصية البحث بالتصنيفات سواء الأكشن أو الأدفنتشر أو أفلام الرعب أو أي شيء من هذا القبيل. طبعا يمكنك مشاهدة مسلسلات، يمكنك مشاهدة أفلام أجنبية بسهولة تامة. صراحة أمور رائعة جدا يوفرها تطبيق نوفا تي في إذا ما أردت الاستفادة من مشاهدة المحتوى الخاص بك من أفلام ومسلسلات بترجمة عربية محضة، فأنصحك بتحميل هذا التطبيق على هاتفك. تطبيق آخر صراحة يعني أجده من أفضل التطبيقات، وهو تطبيق سايبر فليكس تي في. نعم، تطبيق أيضا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بترجمة عربية، يعني شبيه بعض الشيء لتطبيق نوفا تي في وطريقة الاشتغال، لكن أيضا التطبيق يوفر لك مزايا أخرى كسيرفرات كثيرة جدا صراحة، وسيرفرات تحدث كل يوم وكل ساعة، لذلك أني منذ استخدامي لتطبيق سايبر فليكس تي في لم أجد أي تشنج أو أي تقطع في فيلم شاهدته على هذا التطبيق. صراحة أمر رائع جدا أن تجد هذه الأمور بشكل مجاني وليس عليك الدفع أي شيء للحصول على خدمة جيدة، هذا التطبيق سيوفر لك جميع هذه الأمور. طبعا التطبيق به أيضا مسلسلات، به آخر الأفلام، به ترجمة عربية يمكنك تشغيلها بالذهاب إلى إعدادات التطبيق، من ثم تذهب إلى الأسفل إلى حين أن تجد يعني Subtitle Languages، من ثم تختار العربية بدلا من الإنجليزية وستشتغل معك الترجمة بسهولة تامة. التطبيق السادس في هذه السلسلة هو تطبيق موفيز. نعم، تطبيق إنما يعني أردت أن تدلع هاتفك بهذا المعنى فأنصحك بهذا التطبيق، لأنه سيوفر لك أنيميشن في أسفل الهاتف أو في أي مكان تريدها، يعني أنت تتحكم في تلك الأنيميشن، يمكنك تشغيلها وستشتغل معك بشكل تلقائي أينما قمت بتشغيل موسيقى أو صوتيات أو أي شيء من هذا القبيل. على سبيل المثال موقع يوتيوب ستحصل على تلك الأنيميشن، يعني تتفاعل مع صوت الفيديو ومع الموسيقى الموجودة في الفيديو، وهذا أمر رائع جدا صراحة، ويعني تقوم بتدليع هاتفك وتقوم بعمل له أنيميشن خاصة به. وطبعا لديك التطبيق الذي يوفر عدد ضخم وكبير جدا من الانيميشنز ومن الالوان ومن الامور والرسومات التي يمكنك التغيير بينها على حسب يعني ذوقك انت، فصراحه اجد التطبيق رائع جدا في هذا المجال وسيعطيك جماليه كبيره جدا على هاتفك حينما تقوم بتشغيل اي صوتيات على الهاتف. تطبيق اخر صراحه وجدته بصدفه واعجبني بشكل كبير جدا هو تطبيق فيديودر. نعم، على وزن داونلودر وفيديو، يعني يقوم بتحميل الفيديوهات. هذا التطبيق دوره هو تحميل الفيديوهات والصور واي محتوى لديك في اي موقع تواصل اجتماعي يخطر في ذهنك او في بالك، على سبيل المثال موقع يوتيوب، موقع انستغرام، موقع فيسبوك، موقع ساوند كلاود، موقع تيك توك، موقع تويتر، موقع ديلي موشن، يعني اي
تطبيق أو أي موقع يخطر في بالك ستجده هنا. فقط كل ما عليك فعله هو الدخول بحسابك على ذلك الموقع، ومن ثم تقوم بتحميل أي شيء يخطر في بالك وفي ذهنك انطلاقا من التطبيق. صراحة أمر رائع جدا أن نجد مثل هذه التطبيقات، تقوم بتثبيت تطبيق واحد على هاتفك وسيغنيك عن أي تطبيق آخر تقوم به، سيقوم بتحميل أي صورة أو أي فيديو أعجبك من أي موقع تواصل اجتماعي يخطر في بالك. تطبيق آخر صراحة استفدت منه بشكل كبير جدا هو تطبيق دروبس. نعم، تطبيق لتعلم أي لغة أجنبية تخطر في بالك، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، يعني بعدد ضخم كبير جدا من اللغات التي يمكنك تعلمها. وطريقة توصيل تلك الكلمات الخاصة بتلك اللغة صراحة أجدها طريقة ذكية جدا. أنا صراحة يعني بدون شعور وجدت نفسي يعني أتعلم تلك اللغة بتلك الطريقة، يعني تقوم بسحب الكلمات للصور الخاصة بها أو للصور التي تطابقها، أيضا تقوم بفتح المراحل، تبدأ في الأول بالفود وهي طبعا التغذية، ومن ثم حينما يعني تنتهي ستذهب إلى درينكس إلى فروت، يعني أنت تقوم بفتح المراحل بالاجتهاد وبالتعلم اللغة وبالنجاح في تلك الاختبارات الصغيرة جدا التي يقوم بها التطبيق يعني تعلم مصطلحات جديدة وكلمات جديدة في تلك اللغة التي تريد يعني تعلمها. صراحة أمر رائع جدا أن نجد مثل هذه الأفكار صراحة، خصوصا الفكرة التي يعمل بها التطبيق أجدها صراحة فكرة خرافية وذكية جدا. وأي شخص يقول لك هذه اللغة صعبة جدا، هذه اللغة لا يمكنني تعلمها، أنصحه بتطبيق دروبس لأنه يعني يقوم بتعليمك تلك اللغة بطريقة ذكية جدا وبدون شعور، يعني بدون ملل وبدون يعني أن تشعر أنك ستجد مشاكل وكل هذه الأمور. هذا التطبيق يعني يقوم بها بشكل جيد صراحة. التطبيق التاسع في هذه السلسلة هو تطبيق مونيفاي برو. صراحة هذا التطبيق أفادني بشكل كبير جدا في تقسيم المال الخاص بك. إذا ما أردت يعني لديك واجبات في الشهر أو في السنة أو في اليوم أو أي شيء من هذا القبيل وتريد تقسيمها بشكل رائع جدا بأنيميشنز بأيكونز بصور بكلمات بأمور أنت يعني تتذكرها، فهذا التطبيق سيفيدك بشكل كبير جدا. فكل ما عليك فعله هو كتابة يعني الرقم الإجمالي الخاص بك، ومن ثم تقوم بتقسيم ذلك المبلغ إلى يعني الالتزامات التي لديك، مثلا مصاريف السيارة، مصاريف المنزل، مصاريف الأكل والشرب والملابس وهكذا، يعني تقوم بتقسيم تلك أو ذلك المبلغ لكي تعرف يعني ما هي الأمور التي يجب عليك دفعها وما هي الأمور التي ستبقى أو ستحتفظ بها. صراحة أمر رائع جدا أن نجد مثل هذه التطبيقات على هاتفك الأندرويد بدلا من استخدام يعني كتيب وقلم وإشي من هذا القبيل. هذه الأمور يعني تبقى أمور تقنية، أمور يعني تدخل في مجال التكنولوجيا، تجدها على هاتفك في جيبك، فقط كل ما عليك فعله هو أخذ هاتفك وتقوم بتقسيم الأمور الخاصة بك بسهولة تامة. صراحة مونيفاي برو من أفضل التطبيقات في هذا المجال. التطبيق العاشر والأخير في هذه السلسلة هو تطبيق أبلوك. نعم، اسمه معروف جدا والاسم يعني يدل على أنه سيقوم بقفل التطبيقات الخاصة بك. طبعا هذا يعني هذا المشكل يعاني منه أغلب الأشخاص الذين لديهم أطفال صغار، فتجده يعني يمسك الهاتف لمدة طويلة جدا، 10 ساعات 12 ساعة في اليوم. هذا التطبيق دوره هو يعني غلق التطبيقات بوقت محدد، يعني أنت تحدد على سبيل المثال تطبيق فيسبوك يشتغل من 8 إلى 9 ومن ثم سيغلق إلى حين اليوم الآخر، وطبعا يمكنك اختيار اليوم الخاص بك والساعة والدقيقة والثانية والتطبيقات أنت تختارها. هذه هي التطبيقات التي تريد قفلها، وهذه التطبيقات لا أريد تطبيق عليها أي شيء. صراحة أمر رائع جدا وتطبيق مفيد بشكل كبير جدا. أنا شخصيا أني أقوم بالدخول إلى موقع يوتيوب وأبحث عن أمور جديدة في المجال التقني، نفس الأمر ينطبق على موقع إنستغرام، لذلك قمت بتحديد يعني وقت أقوم به في تصفح تلك المواقع، ووقت آخر ستجد التطبيقات مغلوقة. حينما تقوم بالدخول إليها يقول لك أن التطبيق مغلوق ويجب عليك الدخول في وقت آخر لكي تجد هذا التطبيق مفتوح. صراحة إذا ما أردت التحكم في وقتك ووقت استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي وتصفح هذه المواقع، فأنصحك بشدة بتثبيت وتحميل تطبيق أبلوك على هاتفك الأندرويد.
إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى من صميم قلب أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم ومن هذه التطبيقات التي قدمناها في هذا الفيديو. إذا ما أعجبتك التطبيقات واستفدت منها ووجدت نفسك تستخدمها بدون شعور، فأنصحك بالضغط على زر لايك. نعم، قم بتشجيعي بالضغط على زر لايك. يعني أنت تشاهد فيديو الآن فيه 10 أو 12 دقيقة ولا تعرف ماذا يوجد خلف الكاميرا من تعديل فيديوهات، تصوير، يعني مشاكل الصوت والميكروفون وكل هذه الأمور، صراحة تعب كبير جدا. ولكي يعني تقوم بعصارة لعشر أو 12 دقيقة لكي تشاهدها أنت، لذلك لا تبخل علي بالضغط على زر لايك، وطبعا قم بالاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد قناة العالم الذكي. إلى هنا نظري موعد في حلقة مقبلة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.